القوى الأمنية الرسمية. السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل. وفيها بيتي مدمر ومشاردين عند العالم. طرابلس تواصل لملمة آثار المعارك ومطالبة أهلية للإسراع بالتعويضات. الجيش يفكك عبوبة ناسفة في حارة صيدا ويحبط محاولة تسلل جديدة للمسلحين في عرسال. داعش يتقدم في عين العرب رغم هجمات التحالف الدولي. صباح الخير. تدخل البلاد اليوم أسبوع حسم ملف تمديد ولاية مجلس النواب، خصوصا بعدما دقت ساعة البت فيه في ضوء اقتراب موعد انتهاء الولايات النيابية في 20 من الشهر الحالي، فيما موعد الانتخابات المعلن هو في 16 منه. وإلى جانب مخاطر الفراغ في المؤسسات والذي يتمدد من موقع إلى آخر، بقي الوضع الأمني في صدارة الاهتمامات. ففي صيدا تم الاجتماع مساء أمس بسيارة من نوع BMW في منطقة الشرحبيل، مما دفع بالقوى الأمنية لاستدعاء خبير عسكري للكشف عليها ليتبين لاحقا بأنها خالية من أي مواد متفجرة. يأتي ذلك عقب العثور على عبوة ناسفة تحوي على 500 جرام من مادة TNT وموصولة بقنبلة. وبحسب بيان قيادة الجيش فإنه بنتيجة التقصي والتحريات تم ضبط العبوة من قبل دورية تابعة لمديرية المخابرات في منطقة حارة صيدا بالقرب من مجمع سيد الشهداء. أطل الحدث الأمني مجددا من مدينة صيدا وتحديدا من بوابتها الشرقية، حيث تم العثور على عبوة ناسفة تزن 500 جرام وضعت إلى جانب الطريق الرئيس المؤدية من محيط القصر البلدي في حارة صيدا باتجاه طريق ثكنة الجيش وعلى بعد أمتار من مجمع تابع لحزب الله، حيث كان يقام مجلس عاشورائي. وبعد الكشف عليها من قبل خبير المتفجرات تبين أن العبوة عبارة عن قنبلتين يدويتين مربوطتين بصاعق تفجير وساعة توقيت. وعلى الأثر ضرب الجيش اللبناني طوقا أمنيا حول المكان وقطع المنافذ المؤدية إليه، حيث عمل الخبير العسكري على تفكيكها، لكن بعد تعذر ذلك تم تفجيرها بطريقة التفجير المائي لحصر صوت انفجارها وأضرارها في مكان محدد. مثل كل سنة مسيرة حسينية، والمسيرة بتمرق من نطرح مكانة العبوة من هونيك، فقدرة إلهية أنه هالمرة عملنا المسيرة نحن بقلب البلد بس، ترى كيف؟ وفشل الموضوع، بس هن عبوتين متلاصقين ببعضهم والجيش قدر يفكهم. هذا وأبقى الجيش اللبناني على انتشاره الأمني داخل الحارة وعند مداخلها، مسيرا دوريات راجلة ومؤللة ومقيما بعض الحواجز المتنقلة على الطرقات المؤدية إليها. ونبقى في حارة صيدا التي شهدت بالأمس إشكالا بين مسلحين من حزب الله وآخرين من حركة أمل تطور إلى إطلاق نار. وأفادت مصادر بأن الإشكال بدأ عندما كانت مسيرة عاشورائية لحركة أمل تمر بالقرب من القصر البلدي في الحارة، حيث جرى تلاسن بين أحد شباب الحركة وآخر من حزب الله تطور إلى إشكال فردي بينهما أقدم بعدها الأول على إطلاق النار في الهواء. إلى عرسال، حيث أفيد مساء أمس أن المسلحين في جرود البلدة واصلوا محاولاتهم التسلل إلى داخل البلدة، وباغت عدد منهم مراكز الجيش في منطقتي وادي الرعيان وعين الشعب بإطلاق نيران كثيف باتجاههما، مما استدعى ردا من الجيش بالأسلحة المتوسطة والرشاشة وإطلاق قنابل مضيئة لرصد تحركاتهم. وأفاد بيان لقيادة الجيش أن الوحدات العسكرية أوقفت في وادي حميد اللبناني محمد حسن فليطي والسوري فادي عبد الكريم البستاني لمحاولة الأول تهريب الثاني إلى الأراضي اللبنانية، وقد سلم إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. ذكرت صحيفة الحياة أن العقد السعودي الفرنسي لتسليح الجيش اللبناني بما قيمته 3 مليارات دولار، والذي كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر به وأبلغه إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارته إلى المملكة، سيوقع صباح غد الثلاثاء في القصر الملكي في الرياض. وأضافت الحياة أنه سيوقع العقد عن الجانب السعودي وزير المال إبراهيم العساف، وعن الجانب الفرنسي رئيس شركة أوداس الأميرال إدوارد جيو والسفير الفرنسي في المملكة برتران برازازو. ودعت السلطات السعودية قائد الجيش اللبناني العماد جون قهوجي إلى حضور توقيع الاتفاق. وقالت مصادر فرنسية مطلعة
إنه سيبدأ بتسليم المعدات الفرنسية للجيش في غضون شهر. وأضافت المصادر لصحيفة الحياة أن حرص العاهل السعودي على دعم الجيش والمؤسسات اللبنانية جعل السعودية تسرع من توقيع العقد بين البلدين، وذلك لحصول الجيش اللبناني على المعدات التي يحتاج إليها. في طرابلس يتنفس أهالي المدينة السعداء شيئا فشيئا وسط مطالبات بتسريع عملية التعويض. التقرير ربيع شنطف. هي ليست لوحة تجسد منطقة مدمرة، بل هي من بين الصور الواقعية التي يمكن التقاطها هنا في باب التباني من خلف جدران نالت منها القذائف. في هذا المبنى المصدى والمحترقة منازله تقطن هناء ابنة العشر سنوات، والتي فقدت والدها بائع عصير الليمون في انفجار شارع المصارف عام 2008. بدنا نروح على المدرسة كمان، انه يعني حال وبيتنا مدمر كلياته. عائلات المبنى نفسه باتت مشردة لانه غير قابل للسكن. بيتي مدمر، وين مش راضين عند العالم انه هذا حكي. بدنا نعيش بسلام، بدنا نرتاح، ما بدنا نقعد عند العالم على طول. هدا المهاجرين عدوا متى يزبط بيتي انا، امتى اللي يخلص بيتي؟ وفي النفق المظلم تبقى نقطة مشرقة لأهالي عاصمة الشمال ومحبيها الذين يتبرعون لحملة سلام وتقوى والتي أحياها شبابها من جديد. بلشنا من أول أيام، أما بلشت معك نوصل أكل للناس اللي قاعدين تحت الأسقف، واليوم كمان عم نكمل نعطي لأكثر ناس حاجة بالتباني، نوصل لمواد غذائية احتياجات يومية، وكمان عم نكمل حملة تنظيف بلشناها من 3 أيام. وفيما يتواصل العمل للملمة بعض مخلفات الاشتباكات، بدأت الهيئة العليا للإغاثة بدفع بدل إيواء بقيمة $1,000 لكل عائلة تدمر منزلها بالكامل. كما لكل عائلة في باب التباني حكاية مأساوية نتيجة الأحداث الأخيرة، كذلك هنا في الأسواق الداخلية لكل تاجر قصة. هذه الأسواق التي تتكئ على مئات السنين تبقى شاهدة على عراقة طرابلس وأهل المدينة. الجميع هنا منهمك بإعادة الحياة إلى محله. يعني نحن يمكن ضررنا أكثر شيء بالسوق، بس كمان جيران التجار كله ضرروا، شيء ضرر جزئي شيء ضرر كلي. كانت الطوابق كلها تياب نحن عندنا هون، محلي ومحل جاري. الحمد لله ما بقي شيء، بيعوض الله الحمد لله. نحن بنرجع ننهض من جديد بعون الله، وإن شاء الله يقتل غاص بتعودنا. وكمان مشكور الشيخ سعد أعطانا بعدنا هالسلفة. ونحن منطالب أهم شيء بالتعويضات لقلنا بسرعة، لأنه نحن كتير متضررين. ونحن ما بس هيدي الجولة، 22 جولة مروا قبل، قلنا عفا الله عما مضى منبلش من جديد، بس ما عم يخلونا نبلش. التاريخ هنا يعيد نفسه لكن من زاوية واحدة، إذ أنه لا يوجد في الأسواق القديمة كما في كل شوارع طرابلس 3G لليوم التاسع على التوالي، يعني لا واتساب ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستغرام ولا شيء من هذا القبيل، وهو أمر يضع المدينة على خارطة دولة متخلفة. دعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي إلى المباشرة بوضع خطة عملية لإنعاش مناطق الشمال وتفعيل أوضاع الإنمائية. أكد وزير العدل أشرف ريفي أن الفرصة مؤاتية حتى تعود الدولة إلى طرابلس، داعيا إلى وضع دراسة علمية من قبل خبراء متخصصين تؤدي إلى تفعيل الوضع الاقتصادي وإنعاشه في الشمال وعاصمته، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لأكثر من 15,000 شاب طرابلسي يعانون من البطالة. وخلال زيارته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، أكد ريفي أن عاصمة الشمال في قلب ووجدان الرئيس سعد الحريري، الذي قدم هبة للمدينة والمناطق المتضررة بقيمة $20 مليون، أي ما يساوي المبلغ الذي خصصته الحكومة المقدر ب30 مليار ليرة. لا شك يا أخوان، الكل بنعرف تماما المدينة عندها مقومات الانطلاق ومقومات النجاح بشكل مميز تماما. الحين عندنا مرفأ قد يكون من أهم مرافق الضفة الشرقية للبحر المتوسط، عندنا مطار بيبعد كيلومترات عشرات كيلومترات معدودة جدا. هلا أكيد لأسباب معينة مش فاتح، بس آخر شيء هذا المطار عنده مقومة إنه يفتح، وإن شاء الله واجبنا نرجع نفتحه. عندنا مصفية بترول، لازم كذلك الأمر بالمستقبل القريب ما نخلي إذا بدك مافيات التجار يمنعوا إنه يستفيد المدينة من انتعاش من هيك برفق كبير. عندنا معرض، عندنا كل مقومات النجاح. اليوم عندنا منطقة سياحية
بحرية مهمة جدا عند مناطق سياحية داخلية. أما رئيس الغرفة توفيق دبوسي فقد طالب الحكومة التعويض على التجار بالقدر الزائد عما يستحقونه نظرا للمعاناة التي واجهوها على مدى السنوات الماضية نتيجة الوضع الأمني المتردي وما خلفته المعارك الأخيرة. في قضية العسكريين المخطوفين نقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المقترحات ولوائح الأسماء التي تسلمها المفوض القطري من جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى رئيس الحكومة تمام سلام مساء الجمعة، وبدأت بذلك تسلك قنوات البحث الجدي لدى المعنيين بهذا الملف سياسيا وأمنيا وقضائيا. كذلك ستبحث فيه خلية الأزمة التي ستجتمع بعد غد الأربعاء. مصادر معنية بالملف كشفت لصحيفة الجمهورية أن الخلية سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء والذي سيجتمع يوم الخميس لاتخاذ القرار المناسب. ورأت المصادر أن كل مقترح له مقتضياته وأن الدولة تتحمل مسؤوليه، وكل مقترح قابل للتنفيذ لا يعني أنه قابل للتفاوض، مؤكدة أن الأمور تحتاج إلى وقت ولا تخلو من التعقيدات. في هذا الوقت يعيش أهالي العسكريين المخطوفين حالة من الترقب لما ستؤول إليه المفاوضات بين الحكومة والجهات الخاطفة. تمضي أم خالد والدة العسكري المخطوف خالد حسن أيامها بالدعاء والصلاة لعودة ابنها سالما، فداعش المسؤولة عن خطف خالد لم تعلن حتى اللحظة عن مطالبها للإفراج عن العسكريين. لسه ما عرفنا شيء عنهم هني، يعني في تبعون جبهة النصرة هوليك قالوا إنه في مفاوضات معه، بس هوليك لسه ما عرفنا. طبعا الدولة الإسلامية لسه ما عرفنا عنه شيء بالمرة، خايفة ما يخلوه، خايفة عليه كتير. في المقابل فإن أهالي العسكريين المختطفين لدى جبهة النصرة يشعرون بنوع من الارتياح لسير المفاوضات والتي نتج عنها ثلاثة مقترحات من الجبهة حملها المفوض القطري إلى الحكومة اللبنانية. كنا نحن بصراحة عم نترقب الوفد القطري، تجينا أخبار من فوق لنشوف شو بده يصير. الأخبار اللي اجت امبارح كانت كثير إيجابية وبتطمن، ورجعنا تأكدنا من اتصالات اجتنا معلومات انه اجى الوفد القطري وجاب معه المطالب اللي كلكم عرفتوها، وجتنا تطمينات انه من الدولة عرفنا انه شبه موافقة على المطالب اللي صارت. والوفد القطري اليوم عرفنا انه رح يرجع كمان على جرود لفوق ليرجع ينقل طلب الوفد اللبناني، ومن هيك ناطرين عم نترقب الوضع. بدنا نشوف يعني الدولة شو بدت هي تشتغل بالموضوع، يعني بعدنا ناطرين. مرتاحين اكثر؟ هلا اكيد مرتاحين، لانه بين الشغل، يعني بين ان المفوض القطري عطى شغل، وهذا الشيء بين عن جديه المفاوضات. هلا اكيد نحن بنعرف انه القصه بدها وقت، وان شاء الله يا رب باسرع وقت تكون الخاتمه سعيده. وبانتظار ان تتوضح صوره المفاوضات يمضي الاهالي ايامهم في هذه الخيمه تحت الامطار على الفرج يكون قريبا. النشط بعد الفاصل. المفتي دريان يؤكد أنه لا يوجد في الإسلام تطرف وغلو وإرهاب. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ما زال على موقفه الملوح بتأجيل البحث في ملف تمديد الولاية النيابية إذا لم يصوت عليه كتلة القوات اللبنانية أو تكتل التغيير والإصلاح، إذ أنه يعتبر أن تصويت أحد هاتين الكتلتين يؤمن الميثاقية المطلوبة، إلى جانب تصويت كتلة النائب سلمان الفرنجي وبقية النواب المسيحيين المستقلين وزملائهم الموزعين على كتل نيابية عدة. وأضاف بري أمام زواره ثمة 48 ساعة قبل الجلسة لبرولة الصورة على صعيد المواقف النائية عند الكتل المسيحية الرئيسية. استبعد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حصول انتخابات رئاسية في القريب العاجل، معتبرا أن اللبنانيين يعيشوا حالة من الانتظار لحصول مقايدات ومساومات على مستوى الشرق الأوسط لانتخاب رئيس للجمهورية. جعجع وفي مقابلة مع وكالة رويترز اعتبر أن المسألة أصبحت أبعد وأعمق من مجرد تمديد أو عدم تمديد، مؤكدا أن هناك محاولة من البعض لدفع البلاد إلى فراغ دستوري كامل يكون تحضيرا لنظام جديد، وهذه عملية نحن لسنا معها في هذا الظرف بالذات لأنها لا ترتكز إلى شيء وسترمي لبنان بالمجهول.
وقبل أيام على جلسة التمديد لمجلس النواب تنشط الاتصالات السياسية خصوصا على صعيد الكتل المسيحية التي طلبها الرئيس نبيه بري بالتصويت على القرار وليس فقط بحضور الجلسة. فماذا يقول نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عن موقف القوات اللبنانية؟ التقرير لما أعطيت. لم يكتفي رئيس مجلس النواب نبيه بري بمطالبة الكتل المسيحية حضور جلسة التصويت على التمديد، فهو يطالب اليوم بتأمين ميثاقية للتصويت. وفي ظل رفض تكتل الإصلاح والتغيير للتمديد حتى اللحظة، يعتبر حزب القوات أنه أمام مسؤولية وطنية وعليه يجب التصرف بحكمة. لا يهدف إلى الإحراج، بل يهدف ليقول أنه أنا وصلنا لوضع خطير، نحن أمام أو التمديد أو الفراغ، تفضلوا تحملوا مسؤوليتكم. إما بتمددوا إما الفراغ، رايحين على هيئة تأسيسية ورايحين لوضع بلبنان في ظل ظروف المنطقة، وضع فعلا صعب ومأساوي. أنا هون بحب أقول أنه لازم ندور على من وصلنا إلى هون، لأنه قبل كان بركي مطروح بين الانتخابات وبين التمديد، اليوم صرنا بين التمديد والفراغ. ليش؟ لأنه في فريق يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية. اليوم إذا رحنا لا سمح الله إلى الفراغ، مين بده ينتخب رئيس؟ الحكومة صارت بدون أي غطاء ورقابة، كمان صرنا بوضع جديد، وبالتالي راح البلد كله سوا إلى أزمة نعرف وين بتبلش ومنعرف وين بتخلص. وقبل أيام على جلسة الأربعاء ينشط حزب القوات على صعيد اللقاءات والاجتماعات مع الحلفاء للتوصل إلى قرار يتم الإعلان عنه يوم الثلاثاء، أي قبل ساعات من جلسة التمديد. اليوم كان في موقف للبطرك ضد المؤتمر التأسيسي يلي قد يكون البعض عم بيجربوا ياخذون عليه. أمام هذا المعطى الجديد القوات اللبنانية أولا صار في عدة اجتماعات وتواصل مع حلفائنا. أنا بعد اجتماعات الرئيس بري كان عندي اجتماعين مطولين مع الرئيس فؤاد السنيورة، من 24 ساعة كان في اجتماع مع حلفائنا مع الرئيس سنيورة والمستقلين، وباليومين الجايين رح ننكب كقوات لبنانية إلى اجتماعات حزبية نبلور بنتيجتها موقف من ما يجري. ويؤكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أن خارطة الطريق للخروج من المأزق الذي وصل إليه البلد هي انتخاب رئيس للجمهورية، التصويت على قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية. أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في حديث لصحيفة السفير أن معارضة التمديد ليست قفزا في المجهول والفراغ الشامل، وإنما تعني ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، وأضاف إذا كان الوقت قد داهمنا فمن الممكن التمديد التقني للمهل الانتخابية، رافضا أن تكون الميثاقية على الطلب. في غضون ذلك يجتمع المكتب السياسي الكتائبي غدا بدلا من اليوم لاستكمال البحث في التحضيرات الجارية لجلسة الأربعاء وعودة الرئيس أمين الجميل من فرنسا. وقالت مصادر كتائبية أن موقف الحزب بات واضحا ونهائيا من موضوع عدم التصويت على التمديد، وإذا قرر الحزب المشاركة في الجلسة فسنصوت ضد القانون. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أكد أنه لا يوجد في الإسلام غلو أو إرهاب أو تطرف، مشددا على أن الطائفة السنية هي طائفة الاعتدال. أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن طرابلس أثبتت أنها ليست حاضنة للتطرف والإرهاب، مشددا على أن الطائفة السنية هي طائفة الاعتدال ولن تكون إلا مع مشروع الدولة التي يجب أيضا أن تكون دولة للجميع. دريان وخلال حفل تكريمي أقامه على شرفه الشيخ أحمد الهادي اليشطري أكد أنه لا يوجد في الإسلام تطرف أو غلو أو إرهاب، مثمنا دور الرئيس سعد الحريري في عطاءاته المادية ودعواته المتكررة إلى الحوار. بالأمس كانت بيروت، وبالأمس كانت صيدا، وبالأمس كانت عرسال، وبالأمس القريب كانت طرابلس، وبالأمس قدمنا نحن كطائفة أغلى ما عندنا من شهداء، مدننا وقرانا ليس فيها بيئة حاضنة للتطرف ولا للإرهاب.
وإذ دعا المفتي دريان السياسيين إلى الالتفات نحو هموم المواطنين، نبه إلى القضية الفلسطينية التي يجب أن تبقى بوصلة المسلمين والعرب دائما. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الجماعة العربية تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال. أهلا بكم من جديد. تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين المقاتلين الأكراد وتنظيم داعش الذي نشر صورا قال إنها تظهر تقدمه داخل كوباني. هذا وتسجل اشتباكات عنيفة جدا في جرود القلمون بين حزب الله وجبهة النصرة. اتخذت المعارك التي تشهدها مدينة عين عرب منحا مختلفا مع دخول قوات البشمركة إليها ومساندتهم للمقاتلين الأكراد في الدفاع عن أرضهم بوجه تنظيم الدولة الإسلامية. وقد استخدمت البشمركة القادمة من كردستان العراق صواريخ جراد لقصف قواعد لداعش في قرى تبعد نحو 6 كيلومترات شرق عين العرب، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات. تزامنا تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين عناصر داعش والمسلحين الأكراد بالقرب من المعبر الحدودي مع تركيا وجبهات في جنوب وجنوب شرق المدينة. القوات الكردية تلقت كذلك دعما جديدا من قبل التحالف الدولي الذي شن سلسلة غارات على مواقع التنظيم داخل كوباني، والتي تركزت على مناطق المربع الأمني ومحيط حي الجمارك وسوق الهال في المدينة. كل هذه التطورات دفعت بالتنظيم إلى استدعاء دعم من مدينة منبج التي تبعد 60 كيلومترا غربي كوباني، فيما عمد إلى نشر صور زعم فيها أنها من قلب المعارك الدائرة في عين العرب، وأن مقاتليه سيطروا على مساحات كبيرة من المدينة وهم مستمرون بالتقدم. أما قرب الحدود السورية اللبنانية فالأجواء لا تبدو أفضل، بحيث تسجل اشتباكات عنيفة جدا في جرود القلمون بين حزب الله وجبهة النصرة. وفيما أفادت معلومات عن حشد جبهة النصرة أنصارها في مدينة سرمدة تحضيرا لعملية واسعة في ريف إدلب الشمالي، قصفت قوات النظام بالمدفعية قرية دير سنبول في جبل الزاوية. هذا وتدور اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة وكتائب الأسد في حي التضامن في دمشق قرب فرع الاستخبارات الجوية في حرستة بريف العاصمة. على وقع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الأراضي المحتلة، اختتم الاجتماع الطارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين أعماله في القاهرة بالتأكيد على عروبة القدس ودعوة مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. شؤون المنطقة برمتها لم تغب عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، رغم أنه خصص للبحث في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى المبارك. فالأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي أكد أن الجامعة تعكف على إعداد تصور شامل لمتابعة تنفيذ قرارها بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية، استنكر صمت مجلس الأمن حيال أحداث سوريا، متحدثا عن مشكلة كبيرة في توفير الرعاية للاجئين السوريين في لبنان والأردن. وفي تم اجتماعها الطارئ طالبت الجامعة العربية بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على عروبة القدس. وبالتزامن مع اجتماع القاهرة حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من هدم المسجد الأقصى وتصفية القضية الفلسطينية، داعيا جامعة الدول العربية إلى تبني خطة استراتيجية وطنية وإسلامية للتمسك بالأرض والدفاع عن القدس وتوفير الدعم المالي والمعنوي للفلسطينيين. هذه المواقف والتطورات تزامنت مع اقتحام نائب رئيس الكنيسة الإسرائيلي موشي فيغلين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط أجواء من التوتر وارتفاع أصوات تكبير المرابطين في أنحاء المسجد الأقصى. وفي سياق متصل قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الوضع الحالي في المسجد الأقصى لن يتغير وسيسمح للمسلمين بالصلاة فيه. وفي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية جدد نتنياهو الدعوة لضبط النفس في الفترة الراهنة، مطالبا بالامتناع عن القيام بالمبادرات الفردية. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. بيتي مدمر مش عارفين عند العالم. طرابلس تواصل لملمة آثار المعارك ومطالبة أهلية للإسراع بالتعويضات. الجيش يفكك عبوة ناسفة في حارة صيدا ويحبط محاولة تسلل جديدة للمسلحين في عرسال. داعش يتقدم في عين العرب رغم هجمات التحالف الدولي.
ختام الصباحية لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.